السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. انا اليومين دول مهتميه جدا ببرج الحمل علشان دايما مشرفني، وان شاء الله باذن الله لشهر فبراير يكون خير. اللهم انت تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل تفكيري وما يضيق صدري لاجله. يا رب وكلتك امري فاصلح لي شاني كله باذن الله. الفرحه المتكامله والخير والرزق والتفاؤل يكون لجميع مواليد برج الحمل. يلا اللايك الجميل والتعليق اللي فيه الصلاة على الحبيب. نشوف مع بعض قراءة برج الحمل بالتفصيل. عايزاكم تركزوا وتكونوا أدق التفاصيل عندكم. بسم الله ما شاء الله، باين على قراءتكم هيكون فيها كلام كتير وهيكون فيها أخبار حلوة. بسم الله اللهم صل وبارك. طيب بص يا برج الحمل، أول حاجة أنت الفترة دي عندك تفاؤل، عندك ضحكة حلوة أو عندك أخبار حلوة. أنت اليومين دول ناوي تصلح من شأنك. بص كده، الدايرة اللي أنت فيها دي دايرة تفكير، دايرة أخبار، في صلح هنا أو في كلام هنا بيتقال عليك في خير بإذن الله. أنت بس اليومين دول داخل على تفاؤل وداخل على أخبار حلوة، بس صحتك تعبانة. ما تزعلش مني، صحتك اليومين دول حرفيا تعبان، عظمك وجعك، مستني فرج. وكمان الحبيب شاغل بالك اليومين دول بسبب فراقه وبسبب الكلام اللي بيتقال من ورا ظهرك. بس ما تقلقش، انت هنا هيكون عندك تبشرات حلوة، انت هنا ناوي على فرحة حلوة. بس قلبك وجعك اليومين دول من كتر التراجع اللي انت فيه. ما تقلقش، انت عندك لقاء مع حبيب او عندك حاجة تخص الحبيب. الحبيب هنا باله مشغول، الحبيب هنا بيسأل كتير في أسئلة. عايز أقولك ان انت لو كان قلبك مكسور بإذن الله هتلم قلبك وهتشوف الحياة بشكل مختلف. لو انت يعني انت ممكن تكون اليومين دول خايف على حد عندك تعبان، خايف على حد عندك بالك مشغول بيه قوي. انا مش عايزك تخاف، انت عندك اخبار حلوة بإذن الله. وفي نفس الوقت اليومين دول حرفيا او من اول اليومين دول انت ناوي تحط نقط على حروف، او ناوي تشوف بدايات جديدة في حياتك، ناوي تخرج، ناوي تطلع، ناوي تغير، الله أعلم. بس انت بإذن الله عندك أخبار حلوة وكمان كلام هيتقال لصالحك مع أشخاص مقربين. بس انت في حد واخد قلبك، ما تزعلش مني، في حد واخد قلبك. انت هنا بتحب وبتحب قوي كمان، وعلشان كده قلبك في نغزة بتجيلك من غير سبب، بتجيلك كده دوخة بسبب كتر التفكير. عندك حد هنا برضو هو نايم او مستني، عايز يعني الحد ده نايم عايز يعمل عملية او عايز ياخد قرار، خايف، الله اعلم. انت اليومين دول حد عندك عايز يعمل حاجة في المستشفى او انت ناوي، الله اعلم. بس في هنا بإذن الله، بإذن الله بفضل ربنا مكالمة تليفون جايالك خلال كام يوم، عشان المكالمة دي من نصيبك ووراك وراك. خلي بالك انت عندك حظ حلو او عندك كلام حلو بإذن الله. بص انت هنا ناوي تعالج الحاجة اللي تعباك في جسمك، يعني لو كان عظمك ألم في معدتك. انت اليومين دول بتشكي من ألم في معدتك، عندك ألم في المعدة، القولون انت من كتر العصبية اللي انت فيها بسبب خيانات المقربين. انت بس اللي تعبك المقربين، ان انت قدمت لهم الخير وما جاش منهم غير الظلم. ما تقلقش خالص، بس برضو ما تزعلش مني، انت هنا حاسس بغربة. ليه؟ بسبب الكلام اللي عليك وبسبب الاشخاص اللي جايبين في سيرتك. في كمان هنا بإذن الله بفضل ربنا قرارين، قرارين هتاخدهم، القرارين دول هيحسنوا من حياتك بفضل ربنا. وخلي بالك انت داخل في مشروع حلو، المشروع اللي انت داخل فيه ده في نجاح، ادخل وانت قلبك مطمن. بس عايزة منك حاجة بسيطة، بس ان انت تحصن لنفسك ليل ونهار، الصبح وبالليل. ليه؟ علشان خاطر انت مش ناقص. في هنا امضى، في انت شغال على نفسك في دراسة، في امتحانات، في مواضيع ورق، عمال تجري تخلص، بتجري تخلص ورق جامعة، ورق دراسة، ورق سفر، الله أعلم. بس انت عندك ورق هيخلص في خير، علشان شايفة لك في كمة الازدهار من نفسك هتكون الفترة اللي جاية، هتكون عندك انطلاقة حلوة. توكل على ربنا وملكش دعوة بكلام أي حد. وفي كمان هنا باب، الباب ده بص هيتفتح قدامك خلال كام يوم بسبب المكالمة أو بسبب اللقاء اللي
اللي هتتجمع بيه مع حد. في كمان هنا حد بينك وما بينه اختلاف جنسية، اختلاف سن، الله أعلم، بس بينك وما بينه اختلاف حاجة الفترة دي، وبسبب القرار اللي انت هتاخده بعد 10 أيام، القرار اللي انت هتاخده ده هيكون حاسم قوي لحياتك، هتاخده وانت متكل على ربنا بشكل مختلف. وفي طريقين، وديني بفتكر كلامي، طريقين حلوين هتمشيهم قريبين جدا منك. انت ناوي وناوي تشتغل، ناوي على حاجات كتيرة جدا تفعلها الايام دي، وبالفعل بإذن الله في طريق منهم احتمال كبير جدا يجمعك بمن تحب، يجمعك مع الشخص اللي ببالك او الشخص اللي انت بتحبه قريب جدا. بس انت قول امين، انت في حد بتحبه قوي، والحد ده بفضل ربنا هيكون من نصيبك الايام اللي جاية، علشان انت ياما دعيت ربنا، ودعواتك بإذن الله هتكون مستجابة في يوم من الايام، وهتحس قد ايه ربنا ليه فضل عليك وليه كمة الازدهار في حياتك، علشان جمعك بمن تحب قريب جدا جدا. هتشوف السعادة والهنا اللي مستنيك في انتظارك. بص هنا، هنا عندك خبر، والخبر ده انت اللي هتشتغل عليه، يعني انت ناوي تحط رجلك على ارض صلبة، ناوي تلبس تاك ملوك، الله اعلم انت ناوي على ايه. اذا كان مشروع هينجح بإذن الله، انت عندك تغيير في قدراتك، تغيير في مسار حياتك، ما تقلقش، انا مش عايزك تقلق، هو اصلا كده انت كده انت عندك رسالة هتستلمها الايام اللي جاية. بس لو كان عندك علاقة سامة، حاجة سامة، انصحك ان انت ترمي ورا ظهرك، وانصحك ان انت ما تبصش ابدا للي وراك، بص دايما للايام اللي جاية. انت دايما تفكيرك بيكون صح، دايما بتختار الطريق الصح. بس ما تزعلش مني، انت هنا هو انت هنا محسود، مش معرض للحسد، انت محسود. وعلشان كده دايما اقول لك فلوسك متبخره، فرحتك ما بتكملش، عندك اليومين دول حاجه في جلدك، حاجه في شعرك، عندك حاجه انت محسساك قد ايه انت محسود اليومين دول، حرفيا انت عارف قد ايه ان انت محسود. دايما متالق، واثق من نفسك، واثق من خطواتك، ما بتخطيش خطوه على الارض غير لما بتكون عارف من عارف انت بتعمل ايه، وده اجمل ما فيك. وعلشان كده محسود، محسود. بس ما تقلقش، برضو عندك اخبار إيجابية هتفرحك، في سكة هتتفتح قدامك بإذن الله، والسكة دي هتكون حلوة في حياتك. برضو عايز أقولك على حاجة، أنت هنا عندك تجمع، لإما لم شمل، لإما قعدة عائلية فيها تصفية حسابات، لإما عندك لقاء، لإما عندك مواجهة، وهتبقى فيه كلام، حد فيكم هيحلف اليمين، حد فيكم هيعبر عن اللي جواه. بس بلاش تتراجع، بلاش تكبر مواضيع، وحاول لو انت فعلا بتحب الشريك زي ما باين لك احتويه، اتكلم معاه، عرفه غلطه. خلي بالك ان الشريك اليومين دول مضغوط في ضغط نفسي بسبب طرف ثالث عمال يوصل له كلام. ونشوف مع بعض الاخبار اللي عندك. في قراءتك، بسم الله ما شاء الله، باين عليك مزدهر بنفسك وعندك قوة خارقة. انتوا هنا عندك سلطة، سلطة في مال. انا شايف ان المال هيكون جزء كبير جدا من حياتك الفترة اللي جاية، علشان هيكون في دعم، والدعم ده هيكون خير، والخير ده هيجيلك من ورا فلوس انت هتاخدها. الايام اللي جاية انت هتمشي في طريق، او انت حاليا ماشي في طريق، الطريق ده كله خير ليك. خلي بالك الطريق ده كله خير وكله فرحة، ما تقلقش. الاضواء عندك هتكون متسلطة على حكمك انت بنفسك، انت بدأت تعد في العدد التنازلي علشان تحصل على الرقم القياسي اللي انت بتمر بيه. انت هتاخد جايزة، هتاخد جايزة حلوة، علشان في حد هنا بيحضر لك هدية او بيحضر لك مفاجأة، والمفاجأة دي هتفرحك قوي قوي، وهتخليك تطلع ناس من حياتك يعني هتطلع ناس من حياتك وموجودين في حياتك علشان خاطر بس يتكلموا عليك، علشان خاطر بس يوقعوا بينك وما بين شريك حياتك. دايما اقول لك طرف ثالث، والطرف الثالث ده بيلعب عليك، طرف ثالث عامل حبيب وعامل ان هو صديق، بس هو طرف يعني انت بتحكي له وبيعرف ازاي تخليك تحكي له، فياريت تخلي بالك من نفسك، لان الطرف ده كذاب وكل يوم بوش وعايز يغدر بيك. انت هنا بدأت تاخد بعض الراحة علشان تفكر ليه انت بتتردد في معظم قراراتك، وليه انت بتتردد في معظم الامور اللي في حياتك، وعلشان كده مش هيكون عندك تردد تاني.
هتحمل امور جذريه، امور هيكون فيها تغيرات ليك انت مش لحد. انت زي ما قلت لك الاضواء متسلطه عليك، وبتفكر قوي وبتخطط بالورقه والقلم لمستقبلك، بتفكر بطريقه كبيره جدا لمستقبلك، بتفكر قوي، فمش عايزه لك التفكير. انت الفتره دي بتحاول تبعد قلبك وتفكر بعقلك اكتر، وبدأت تاخد الامور بجدية اكتر. خلي بالك من اللي انا بقوله لك، وعلشان انت بدأت تاخد الامور بجدية اكتر لازم تفكر في مستقبلك بشكل مختلف، وبلاش تركن حاجة ورا حاجة علشان انت مش ناقص، اللي فيك مكفيك. هقول لك كمان ان انت بدأت تعلن حربك، وبدأت هنا تطلع برضو اشخاص عن حياتك بتعوت مصالح، بيلعبوا عليك طاقات، بيلعبوا عليك حاجات، اشخاص بتعوت مصالح، وبيدعوا ان هم بيحبين لك الخير، بيدعوا ان هم حابينك، بيدعوا ان هم ما انت الوحيد وانت وانت وانت، بس انت كاشفهم وعارف ان هم اشخاص مش لطاف، اشخاص بيحاولوا ان هم يخدعوك، بيحاولوا ان هم يكذبوا عليك، بيحاولوا ان هم يلعبوا ادوار بتتبدل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بص، الفرحة اللي هتجيلك من بعد المغامرة اللي انت عملتها، او من بعد المغامرة اللي انت هتعملها دي، هتكون انت تستاهلها. ايوه، هتكون انت تستاهلها، علشان انت هيكون عندك ازدهار بنفسك، وهيبقى عندك شخص مناسب. الشخص المناسب ده هتلاقيه دايما بيطبطب عليك، ودايما حابب نجاحك حتى لو كان على نجاحه. انت حط الهدف وحط الأفكار وانطلق، حط توقعاتك بانتصاراتك وابدأ حياتك، ما تخليش أي حد يسيطر عليك أبدا مهما يطول أو مهما يكون، علشان لو انت فضلت مركز على اللي هم أو مركز على الحاجات السيئة اللي في حياتك هتتعب، هتتعب نفسيا وجسديا. الفترة دي ممكن يكون عندك خطوبة، خطوبة حلوة، في هنا حالة من القلق أو حالة من التوتر على أم، على أب، على حد مريض. ما تقلقش، الحد المريض ده إن شاء الله بإذن الله ربنا هيطول في عمره، وهيكون ليه العمر الطويل في حياته. بعد الطاقات عندك بسبب الوسواس والقهر والظلم اللي انت شفته، انت حاليا خلي بالك مش عارف تاخد حقك، مصدوم من شخص كان حبيب ليك واكتشفت ان هو بيتكلم عليك في ظهرك، وده اللي مصدمك قوي، الصدمة الكبيرة. وعلشان كده انت بتعاني من تعطيل وبتعاني من فراق، وده السبب الرئيسي اللي عمل لك نقطة ضعف في حياتك. انت ملكش نقطة ضعف، انت قوي، ولما بتقع وبتحس انه خلاص فاض بيك، بتكون دي بداية جديدة لحياتك. أكبر عذاب ممكن تعيشه عذاب الضمير. الضمير عندك بيخليك انت، بيقولك انت غلطت، بيخليك ممكن تعمل أي حاجة، ولا بتقول لهم عجبوني ولا إني أخد عذاب الضمير فعلا. طيب، عايزاك تاخد حذرك كويس جدا، كويس جدا الفترة اللي جاية، من أحلام مليئة بالكوابيس، من أحلام مليئة من انت مخنوق ومتضايق، فبلاش الكلام الفاضي اللي بيدور في حياتك. عندك هنا اللقاء، واللقاء ده من اول مقابلة هتحس ان الاشخاص دول اللي انت قاعد معاهم دخلوا قلبك وانت دخلت قلبه. قلبك نظيف خلي بالك، ومازال، بس انت تعبت من كلامهم، تعبت ان انت ما تستاهلش منهم كده، تعبت ان انت اتخذلت بعد ما حبيتهم وبديتهم على نفسك. يعني انت بديت اشخاص عليك وما خدتش منهم غير الظلم والغدر والخيانة. خلي بالك انت هيكون عندك عزومة حلوة، او هيبقى عندك قعدة حلوة، العزومة دي هتاكل اكلة انت بتحبها، وهيبقى في كلام بينكم. واقدر اطمنك وابشرك ان الموضوع اللي في بالك محتاج حبة وقت، محتاج حبة صبر. هتقول انا صبرت صبر، وان شاء الله بإذن الله هتلاقي ربنا جبر بخاطرك، علشان انت صبرت كتير فعلا، ومن كتر ما انت صبرت ربك هيكرمك وهيوسع رزقك. بس هدي اعصابك، اختياراتك لالوانك تمام،
اختياراتك لأكلك وشربك تمام، بس اختياراتك للناس سوء، أسوأ سوء اختيار. يعني انت اختياراتك لكل حاجة تمام، حتى لما بتختار حاجة لحد بيقولك دي تمام، بس اختياراتك للأشخاص اللي انت في حياتك مش تمام خالص. دايما اقول عليك ان انت شايل مسؤولية ومزاد، وحرفيا انت الايام دي عندك ضغط نفسي رهيب، او صراع، مش ضغط نفسي بس، انت هنا عندك صراع. عايز اقولك ان السنين اللي فاتت من عمرك دايما كنت محاصر، هنا عندك تحرير من علاقة او تحرير من مواضيع، ناس كتيرة جدا اذتك، اشخاص كتيرة جدا اذوكم. يعني انت شفت في حياتك، بمعنى ان انت شفت كتير ظلم، حصل عندك عراكيل كتير، دايما كانت دموعك ما بتنشفش ابدا، بس عندك انتصار، والشخص اللي ربنا هيكرمك بيه هيكون عوض عن كل اللي انت شفته في حياتك. انت ما كانش عندك علاقة بتكمل، ما كانش فيه ارتباط بيتم، ممكن تكون خطبته اكتر من مرة، حصل مشاكل كتير، ما فيش اي علاقة بتكمل، وده بسبب ان العيون محصداكم ورصدة في حياتكم. الايام اللي جاية هتكون فترة دعم حلو ليك ولمعظم قراراتك اللي انت هتاخدها، فما تقلقش ابدا ان انت هيكون عندك امور هتتظبط وتغيرات هتطلع من الضغط النفسي اللي انت بتمر بيه حرفيا الايام دي. عندك مشاكل في صحتك، تساقط شعر، عندك ارهاق، والخمول والكسل واخد جزء كبير في حياتك. لازم الفترة اللي جاية دي ان انت تهدي نفسك، انت عندك هدف بتسعى عليه علشان تحققه، يعني بتشتغل اكتر من شغلانة، انت جاي على نفسك في الشغل قوي الايام دي، جاي على نفسك علشان حاطط هدف قدامك، حاطط ان انت تشتري ارض، تشتري بيت، حاطط ان انت تنقل من المكان اللي انت فيه، عايز تشتري عربية، داخل جمعية هتقبضها، الله اعلم. انت شخص صادق في حياتك، شخص واثق من قدراتك، ودايما شايل مسؤولية كل اللي حواليك، ومحدش بيشيل مسؤوليتك. في خلاف بينك وما بين اخ، او بينك وما بين اخت، في خلاف، عندك اخت حقودة بتحقد عليك، وعندك دايما اقول لك وهفضل اقول لك مرات الاخ دي زي الحية، بتتبدل الوانها وتتبدل وشوشها. مرات الاخ دي معاك حبيبة وصديقة، بس من وراك حقودة وبتتكلم عليك وبتأذيك. انت الفترة دي من اجمل الفترات اللي عندك، علشان هيكون فيها نقلة جديدة لحياتك. عايز اقولك ان انت مستني تطلع من الصراع اللي انت مدخل نفسك فيه، انت مدخل نفسك في صراع كبير لدرجة ان انت مش قادر تستحمله. دايما كانت بيجيلك مشاكل، ومازال بيجيلك مشاكل من ابراج ترابية، الابراج الترابية دي ازياد بطريقة كبيرة وواخدة جزء كبير من حياتك، فيا ريت الفترة اللي جاية تهدي أعصابك وتهدي نفسك، علشان خاطر اللي فيك مكفيك، ومش محتاج مشاكل انت لحياتك، انت محتاج الفرح، محتاج الهنا، محتاج تحصد من اللي انت زرعته الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية هتكون فترة راحة ليك من بعد الدعم اللي انت مريت بيه. انت هنا خلي بالك ان الفلوس عندك متبخرة، الفلوس عندك ما بتقعدش ابدا، الفلوس عندك على لو على قد ما بيجي على قد ما بيروح. ليه؟ علشان انت محطوط في خانة الانتظار، محطوط في خانة ان انت دايما العيون عليك ومراقباك، ودايما كان بيبقى في مشاكل مع اشخاص، مع اشخاص في مجال شغلك، مع اشخاص في مجال حياتك، الله اعلم. بس انت هنا قلبك مكسور يعني، ودماغك مكسومة نصين من كتر التفكير، ما تفكرش كتير، ما تفكرش كتير، اللي انت عايزه هيحصل. الايام اللي جاية عايزاك وانصحك ان انت تمسك على ايدك شوية، تمسك على مصاريفك شوية، ما تكونش مبذر زيادة عن اللزوم، امسك على ايدك علشان تحصد الخير اللي هيجيلك. خلي بالك انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت لازم تاخد فيها القرار الصح في خروج علاقات من حياتك، او خروج حد من حياتك، فانت لازم تاخد القرار علشان تطلع الشخص الغلط اللي بيلعب عليك وشوش كتيرة في حياتك. بتتبدل الاضواء، يعني انت عندك تبادل الاضواء، فياريت تهدي اعصابك من اي ضغط بيعوم في حياتك، وتركز بس على الهدف،
وتركز بس على الحلم اللي انت شغال اللي انت عايش عشانه. حياتك كلها هتكون كتاب مفتوح، وفعلا حياتك اصلا بالنسبة للاشخاص اللي بيتدخلوا كتاب مفتوح. ما تخليش حياتك كده، لا ركز على الهدف، ارمي ورا ظهرك. انت سهمك رمي لقدام وبترجع خطوة لورا علشان تصطاد صح، فما تقلقش انت هيكون في تقدم. عايز اقولك انه في حد ندمان على فراقك، حد ندمان ان هو خسرك، حد ندمان ان هو سابك، وهيجيلك ندمان وهيعتزلك. عندك حد من ابراج ترابية هيعتزلك زي ما بقولك كده، هيعتزلك الفترة دي. انت هنا منتظر، منتظر انتصار، منتظر تطلع من الهم والغم اللي انت شايله، منتظر تغير من الطاقات اللي انت بتمر بيها حرفيا الايام دي، علشان تعبت واتخذلت اكتر من مرة من ورا ناس كانوا عاملين لك عراقيل، ورا ناس كانوا مدخلينك في طاقة سلبية. شايف انت هنا مضغوط، مضغوط في تعب، مضغوط في امور. اكتر ناس كانوا بيعملوا لك سحر كنت دايما بتحس بالعراقيل هم اهل الشريك. انت اهل الشريك هم اللي كانوا بيحسدوك وكانوا دايما بيوزعوا عليك طاقة سلبية. خلي بالك من نميمة ومن قال وكيل. عندك هنا ام الشريك حياتك، ام الشريك حياتك دي عايز اقولك ان هي عقربة، يعني عقربة بجد. دايما كده بتبدي ناس عنك، او دايما كده بتحسها غريبة في الكلام، شخصية مش لذيذة مش مقبولة. فياريت تخلي بالك، خلي بالك من سلفة. السلفة دي حية، حية وتعبانة وبتعمل وشوش كتير مش لطيفة. دايما اقولك وهفضل اقولك، عندك حرف الالف، حرف الالف، حرف الميم، حرف الواو، وحرف العين، وحرف النون. دول موجودين في حياتك، دول مفيش حد منهم كويس. خلي بالك، لإما أشخاص لسه هتعرفهم وهتكتشف إن هم مش كويسين، لإما دول أشخاص في حياتك. فخلي بالك من نفسك وحط عينك في وسط راسك وركز على كل اللي انت بتمر بيه حاليا، واعرف ايه السبب. انت معروف عنك ان انت بتربط الاحداث ببعضها، شخصية قوية، شخصية جذابة لفت انتباه الاخرين، وبتعرف ازاي تتعامل. مش سهل ابدا ان انتوا تضحكوا عليها. بص، الحسد الشديد اللي جاي لك، الحسد الشديد ده من اشخاص كانوا عاملين حبايب ليك. عندك عين قوية صايباك بالحسد، والعين دي من أشخاص ماشيين، يعني أشخاص كده أكلين معاك عيش وملح. الأيام دي من أكتر الأيام اللي أنت مركز فيها قوي قوي على قرارات كتيرة في حياتك، من أكتر الأيام اللي أنت بتخرج نفسك من حالة سيئة علشان تدخل في حالة تغيير حلو. في هنا كمان تحقيق أمنية، تحقيق الأمنية دي طال انتظارها. خلي بالك، انت من وقت للتاني بتحس كده بحاجة ماسكة رقبتك ومش قادر تاخد نفسك. خلي بالك من النغزة اللي بتجيلك في قلبك من غير أي سبب. مواجهات وتبديل أوراق، مواجهات وتبديل كلام عندك الأيام اللي جاية، أو تبديل أشياء مختلفة. الله أعلم، في أشياء هتتبدل. أقارب، أقارب وعقارب بيراقبوا حياتك بأدق التفاصيل، ودايما ناظرين لك نظرة حقد وغل. خلي بالك، انت من أكتر الأشخاص اللي نجمهم خفيف، وديني بقولك. عندك هنا كمان حب هتوزعه على أشخاص. خلي بالك، انت مهما بتعمل محدش بيتمر فيه حاجة، فما تفضلش تعمل حاجات يعني ملهاش اي حاجة في اي موضوع. يعني انت مهما بتعمل مفيش حاجة بيتمر في حاجة من اللي انت بتعمله، فما تجيش على نفسك علشان تراضيهم، هم اصلا مش هيرضوا. فكبر دماغك وركز بس على هدفك، وما تسمعش كلام اي حد ممكن يأذيك. عندك هنا تفاهم، هيبقى في تفاهم بينك وما بين حد، وهيبقى في حظ حلو، وعلشان انت هنا ناوي ومتكل على ربنا.
ناس كتيرة جدا بتسألك عايز ايه من الدنيا، ناس كتيرة جدا بتسألك ايه اللي انت مستنيه، انت بترد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في اي حد ممكن يأذيني، في اي حد ممكن يفكر ان هو يعمل لي مشاكل وانا كويس معاه. انت بس سيبك من اي حاجة ممكن تأذيك وركز على الهدف. طول ما انت عندك هدف وعندك حلم هتلاقي الدعم. انت اجمل ما فيك ان انت الايام دي ومازال بتطلع ناس وتطردهم من حياتك، وطول ما انت بتطلع ناس وبتطردها من حياتك هتكون دايما في تألق وفي اخبار سارة. في هنا كمان شمعة، الشمعة دي هتنور الطريق العتمة اللي في حياتك. بس قولي انت ليه عندك ندم، ندم في بعض الامور كده، وتيجي ساعات بتحس ان انت يئست، ولما بتيأس بتلاقي رغبة ان انت بتعيد تحسناتك تاني، وبتحاول كده تاخد قرار مختلف، تاخد قرار تغيير، الله اعلم، بس انت عندك ندم. يا هل ترى ايه اللي ندمان عليه؟ ندمان على حاجة عملتها وزعلت، ندمان على موضوع اخدت فيه قرار وما كانش ينفع تاخد فيه القرار، مش باين قوي بس انت عندك ندم، والندم ده واخد لك جزء كبير. فياريت تهدي اعصابك، هدي اعصابك خالص الفتره اللي جايه، انت هيجي لك تعويض طال انتظاره، ما تقلقش وما تستعجلش، علشان الاستعجال اخره ندم، والقرارات الغلط دايما اقول لك اخرها ايه؟ ندم. فارمي ورا ظهرك علشان خاطر ربك هو اللي بيدبر لك المواضيع وبيدبر لك كل الامور اللي في حياتك. بص، الشخص المنافق، الشخص المنافق اللي بيتبدل أضواءه عليك، ما تسمعش كلام حد وما تتسلمش نيتك لحد، وبلاش يكون قلبك طيب مع ناس بيأذوك، مع ناس بيتكلموا عليك. ما تفضلش طول عمرك قلبك طيب، خلي بالك من نفسك الفترة اللي جاية، علشان خاطر هيكون عندك كذا حاجة انت هتحققها، كذا حاجة انت هتكون فيها تغيرات لحياتك، مع دعم، اوراق هتتبدل، طاقات هتتوزع، اخبار سارة، الله اعلم، بس هيكون عندك الاضواء عندك متسلطة عليك. ومعنى ان الاضواء هتكون مسلطة ان انت هتكون صاحب عزيمة، صاحب قوة، صاحب ارادة خارقة، الله اعلم. السكة اللي انت مختارها طويلة، فما تيأس منها ابدا، عشان اليأس هيجيب لك ندم. فبلاش ان انت ابدا تيأس في طريق انت اخترته، لا، كبر دماغك وركز على هدفك، وركز على اي حاجة ممكن تحس ان هي ممكن في يوم من الايام تأذيك، لا، اشتغل اشتغل، علشان الطاقة اللي فيها فرق هتتوزع عليك، وهيجي لك مال، والمال ده هيكون اخر صبرك، ان انت صبرت واستحملت وعافرت. وخلي بالك انت مازال بتعافر، يعني انت حاليا برضو مش معنى ان انت عافرت فانت خلاص، لا، انت مازال بتعافر ومازال شغال على نفسك. يعني انت ممكن يكون عندك استعداد ما تاكلش ولا تشرب، بس تشتغل وتعافر وتجاهد وتبني وتعمل حاجات كتيرة جدا، حتى لو انت ممكن تكون مهمل في نفسك، مهمل في صحتك، مهمل في اكلك، في اي حاجة تخص حياتك، بس بتدي كل حاجة حقها. طيب لما انت بتدي كل حاجة حقها، ما تدي لنفسك بعض الراحة، تدي لنفسك بعض الامور اللي ممكن تغير من تفكيرك في حياتك. لازم دايما اعصابك تكون هادية، ويكون عندك استقرار نفسي قبل ما يكون اي استقرار في حياتك، لازم يكون استقرار نفسي، وتطور من نفسك في افكارك الايجابية، وتجدد الطاقة بتاعتك. وانصحك ان انت تخلي بالك من فلوسك شوية، وما تكونش مبذر زيادة عن اللزوم. انت بتحب تصرف، بتحب تجيب، بتحب تعمل، بس خلي بالك من نفسك، وخلي لي بالك اكتر من العلاقة الغامضة اللي في حياتك. انت محتاج سفر،
محتاج تطلع من اللي انت فيه، فاللي انت فيه كده كده تطلع منه عشان عندك اخبار مبشرة من اول القراءة، وعندك كمان كلام حلو هيتقال في صالحك باذن الله هيرفع من روحك المعنوية. قراءتك جميلة ومبشرة بالخير، وده بيدل ان انت عندك استقرارات في حاجات كتيرة جدا، بس لازم تركز كويس جدا في كل خطوة انت بتخطيها، ولازم تبقى عارف انت عليك ايه وليك ايه في حياتك الفترة اللي جاية، وتكتم وتداري على خصوصياتك علشان اي موضوع عايزه يكمل يكمل. وخلال برضو يومين هتحس بالتوازن في علاقاتك، هتحس بالتوازن في بعض الامور عندك، هتحس بالتوازن حتى في تفكيرك باذن الله، هتحس ان انت دماغك بدأت تترتب. انت لو بتحب القهوة اعمل لك كوباية قهوة وغير جو، انت هنا في حاجات كتيرة جدا بتحبها بس واقف ومش عارف تعملها، خايف لا تخسر. بص هنا بسم الله ما شاء الله، حتى في مستقبلك عندك علامة الطيارة، وده بيدل ان انت عندك اخبار حلوة مع انطلاقات حلوة باذن الله.